بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن ممثلون في العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير بجامعة قطر شركة جديدة قطر، نتوجه بتقديم الكلية لأعزائنا الطلبة الجدد، نتمنى أن تنال رضاهم. كليتنا فتية، أنشئت سنة 2012، تحتوي على مجموعة من الأقسام. يبدأ الطالب بالدراسة في الجدع المشترك في السنة الأولى، ثم يتوجه إلى قسمين، هما إحدى القسمين قسم علوم التسيير وقسم العلوم الاقتصادية. قسم علوم التسيير يهتم بتكوين ليسانس في إدارة الأعمال بالإضافة إلى ماستر في إدارة استراتيجية. قسم علوم الاقتصادية يهتم بتكوين في اقتصاد نقدي وبنكي، ولدينا ماستر في نفس تخصص اقتصاد نقدي وبنكي. هذه الكلية يشرف عليها حوالي 50 أستاذ، من بينهم 12 أستاذ محاضر ألف و 24 أستاذ في القسم محاضر باء، بالإضافة إلى أساتذة مساعدين. هذه الكلية فتية إلى أنها تحتوي على مزيد من 1600 طالب. كليتنا لديها مجلة، لديها مخبر، ولديها تدريب الدكتوراه، كما أن الأساتذة يقومون بمشاريع بحثية في إطار البي إف إي. أتمنى أن تكون كليتنا في أحسن استقبال الطلبة الجدد وبالتوفيق إن شاء الله. قسم علوم التسيير هو أحد أقسام كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشاذلي بن جديد بالطرف. والطلبة الذين يودون الالتحاق بهذا القسم يمكنهم التمدرس في الطورين الأول والثاني، حيث يتوج التكوين في الطور الأول وعلى مدار 3 سنوات باحتساب سنة الجدعة المشترك بالحصول على شهادة الليسانس تخصص إدارة أعمال. وهذا التخصص يمكن الطلبة من التحكم في العديد من المجالات، ومن بينها التسويق، الإدارة، وإدارة الموارد البشرية. ويتوج التكوين في الطور الثاني بالحصول على شهادة الماستر تخصص إدارة استراتيجية، ويمكن الطلبة من التحكم في العديد من المهارات والمجالات، ومن بينها تقييم الأداء والتحليل الاستراتيجي. ولعلمكم، عدد الطلبة المسجلين في قسم علوم التسيير بعنوان السنة الجامعية 2020-2021 كما يلي: السنة الثانية ليسانس شعبة علوم التسيير 188 طالب، السنة الثالثة ليسانس تخصص إدارة أعمال 150 طالب، السنة الأولى ماستر تخصص إدارة استراتيجية 154 طالب، السنة الثانية ماستر تخصص إدارة استراتيجية 120 طالب. العلوم الاقتصادية لجامعة الشاذلي بن جديد بالطرف يعتبر من أهم الأقسام المكونة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. يتيح هذا القسم تكوينا في الأطوار الثلاثة ليسانس، ماستر، ودكتوراه. يبلغ عدد الطلبة المسجلين حاليا في الطور الأول بحوالي 160 طالب. هذا التكوين يشمل تلقين الطلبة أساسيات حول المؤسسة الاقتصادية من تسيير المؤسسة، اقتصاد المؤسسة، بالإضافة إلى معلومات معمقة في المجال البنكي والنقدي. كذلك يمكن هذا التخصص الطلبة من الاطلاع على كل ما يتعلق بالكتلة النقدية التي يتم تداولها في القطاع النقدي والبنكي. يتيح كذلك هذا القسم الفرصة للطلبة لأن يكونوا في المستقبل موظفين في قطاع المؤسسات الاقتصادية، في القطاع المالي، في قطاع البنوك. كما يتيح كذلك هذا القسم فرصة للطلبة باعتبار أنه يمنح تكوينا في الطور الثالث بأن يكونوا أساتذة جامعيين.